هذه الفقرة رح أتكلم عن عدم إيمان كفر نحوم مكتوب في إنجيل يوحنا الإصحاح الأول إلى خاصته جاء وخاصته لم تقبله وأما كل الذين قبلوه فأعطاهم سلطانا أن يصيروا أولاد الله أي المؤمنون باسمه أي المؤمنون باسمه المشكلة عدم الإيمان أهل الناصرة رفضوا المسيح وحاولوا أن يطرحوه من الجبل إلى أسفل لعدم الإيمان. حتى في يوم من الأيام اتهموا المسيح اللي صنع أقوى المعجزات أنه برئيس الشياطين يصنع المعجزات. في إنجيل يوحنا إصحاح ستة قالوا هذا التعليم صعب. رجع كثيرون من تلاميذه. والمسيح أعطى الخيار للتلاميذ أجاب بطرس وقال إلى من نذهب وكلام الحياة الأبدية عندك ونحن قد عرفنا وآمنا أنك أنت المسيح ابن الله ابن الله الحي طبعا مكتوب في إنجيل يوحنا مع أنه قد صنع أمامهم آيات هذا عددها لم يؤمنوا به والسبب لانهم احبوا مجد الناس اكثر من مجد الله حتى في بعد اقامه العازر صار في مجمع السنهدرين في يوحنا 11 وقالوا ماذا نعمل ان هذا الانسان يعمل ايات يعني بيشهدوا انه مسيح عم بيصنع معجزات خارقه سمعوا عن المولود اعمى عند الهيكل وكيف الرب فتح له عينيه، خلق عينين جديده وقال له اذهب واغتسل في بركة سلوان، حادثه معروفه لاورشليم. حتى عندما ذهب ليقيم اليعازر سألوا الناس وقالوا: اليس هذا الذي فتح عيني الاعمى، الم يقدر هذا الذي فتح عيني الاعمى ان يجعل هذا ايضا لا يموت؟ اقام اليعازر من بين الاموات ومع كل هذا اجتمعوا وقالوا ماذا نصنع ان تركناه ياتي الرومان وياخذ موضعنا طبعا كانوا خايفين على المراكز وهي معجزه خارقه جدا فاذا كما قال الرب في يوحنا 3 وهذه هي الدينونه ان النور قد جاء الى العالم واحب الناس الظلمه اكثر من النور لان اعمالهم كانت شريره بالاصل ما كانش عندهم هذه هذه البذره بذره الايمان حتى يسوع قال ان كان لا يسمعون من موسى والانبياء ولا ان قام واحد من الاموات يصدقون خلاص اذا ما فيش الايمان مش ممكن ان يصدقوا حتى المسيح رثى بكى على اورشليم وقال: اورشليم يا اورشليم يا قاتله الانبياء وراجمه المرسلين، كم مره اردت ان اجمعك كما تجمع الدجاجه فراخها تحت جناحيها ولم تريدي هو ذا يترك لكم بيتكم خرابا، لو علمت ما هو لسلامك لانك لم تعرفي زمان افتقادك. فالمشكله مش في المعجزه. ولا في التعليم لأنه حتى اليوم لا يوجد معلم ولا يوجد شخص يصنع المعجزات أو صنع كيسوع ومع كل هذا أكثر شخصية تقاوم في هذا الوجود هي شخصية يسوع المسيح لأنه قرروا في أنفسهم عدم الإيمان يريدوا مسيحا على مزاجهم على هواهم هواهم فلهذا السبب لم يؤمنوا بيسوع المسيح أليس عجبا أورشليم الناصرة كفر نحوم لعدم الإيمان بسبب الكبرياء تعرف في العهد القديم في سفر العدد إصحاح 14 الله بيتكلم وبيقول حتى متى يهينني هذا الشعب حتى متى لا يصدقونني بجميع الآيات التي عملت في وسطهم شافوا الآيات والمعجزات الخارقة عندما خرجوا من مصر ولكنهم جربوا الله عشر مرات يقول الكتاب المقدس ولم يقدروا أن يدخلوا إلى الراحة لعدم الإيمان فإذا نفس الشيء كفر نحوم اللي تكلم عنها يسوع وأب أنت يا كفر نحوم المرتفعة إلى السماء ستهبطين إلى الهاوية، وفعلاً كمان بسبب عدم الإيمان والرياء والكبرياء أيضاً، لكن المسيح يكافئ الإيمان. المسيح يريد يعني إنه يتعامل مع عملة هذا الإيمان. هنا أحبائي في كفر نحوم المسيح رأى إيمان الأربعة اللي جاءوا بالمفلوج ودلوه من السقف وكافئ إيمانهم. وهنا أيضا في كفر نحوم رئيس المجمع ييروس أقام بنته وقال آمن فتشفى آمن فقط فتشفى فالمسيح يكافئ الإيمان ونسمع هذه العبارة إيمانك قد شفاك إيمانك قد خلصك وقال لمريم لمرثا أخت العازر إن آمنت ترين مجد الله هذا هو العمله اللي المسيح بيتعامل معها ولكن ليطلب بايمان غير مرتاب البته، بدون ايمان لا يمكن ارضائه ومهما طلبتم حينما تصلون فامنوا ان تنالوه فيكون لكم، ليش احبائي؟ لانه ليس شيء غير ممكن لدى الله.